معكم علاء الدين الصغير من بودكاست تجارة. بودكاست تجارة هو منصة تجمع أصحاب المشاريع اللي عادة هم ما يكونش عندهم وقت باش يشاركوا قصصهم أو باش يعلموا الأشخاص. فبودكاست تجارة يجمعهم كلهم في مكان واحد في منصة واحدة تساعدهم يشاركوا قصصهم، المشاكل اللي واجهوها، شنو الأسرار اللي ممكن يستفيدوا بها أصحاب المشاريع اللي في ليبيا. بعد ما نزلنا 3 حلقات الحمد لله وصلوا ل4 مليون. تواصلوا معنا الاتحاد الأوروبي في مشروع ستارت اب ليبيا وحبوا ان هم يدعموا او يكونوا سبونسر داعمين لواحد من المواسم للبودكاست. ففي شيء في الوقت المناسب، هو هذا انك انت ما تستعجلش على رزقك في اي شيء كان. احنا بودكاست تجارة مركز على التجارة بشكل عام، بس متخصصين شوي خلينا نقول في التجارة الإلكترونية. فاحنا دورنا ان احنا نستضيف افضل الاشخاص، نسالوهم اهم الاسئله اللي هي ممكن الناس يحتاجوها، فاحنا صوت الناس اللي معلومات اللي بيعرفوها، وفي نفس الوقت نطلعوا فيها بطريقه او نحرصوا على ان احنا نطلعوها بطريقه يفهمها الشخص العادي ان هو يفهمها، بالاضافه الى ان احنا نترجموا فيها احنا حتى للغه الانجليزيه، بس نحرصوا على انه يتم التعريف باصحاب المشاريع اللي في ليبيا على مستوى دولي. بعد صراحه تدريبات الاختيار بالاتحاد الاوروبي في تفاصيل معمقة أكثر، خلينا نقول كيف تكتب السيناريو متاع حلقة بودكاست، كيف إنك أنت ترتب الفقرات متاع الحلقة. صراحة الدعم خلينا نقول متاع الاتحاد الأوروبي ساعد إن هو يعني نغطي الجانب الثاني، تحسن جودة التصوير. حلقة أولى مازال حتى مزلناش باقي الفيديوهات وصلت ل500,000 حاليا. الحمد لله الخليط هذا بين وجود هارد سكيلز وسوفت سكيلز، الخليط هذا نستعمل فيه باش نقدر نسأل الضيف ونوضحه ونطلع منه الأسئلة المناسبة ونطلع منه الإجابات المناسبة.